بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، زي ما عودكم البشمهندس أشرف إن هو اللي يقدم جميع الحلقات، هو النهاردة ضيف وهيتسأل. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا بحضرتك. حبيت الهندسة ازاي؟ اساسا بحب الرسم، وانا اساسا خطي كويس، يعني بخطط وبرسم، ممكن ارسم اشخاص. واول انسان انا رسمته جدي الله يرحمه وانا كنت في ثالثه ابتدائي، حتى الناس كلها اتلمت عليا مش مصدقين ان انا اللي رسمتها ومحافظ عليها لغايه النهارده. رسمتها بقلم رصاص وورق، ومن ساعتها بدات بقى ان انا ارسم كاركتر. حتى على ايامنا كان في بقى مجله ميكي ماوس وميكي جيب والحاجات دي، كنت باخد الكاركتر اللي موجود جوه الشخصيات كلها وكنت برسمها، وكنت بقى بجيب في الاجازه الكراسات اللي هي الرسم الطويله دي وارسم كاركتر، وممكن كنت اعمل في الشخصيات دي مواضيع جديده من خيال، فنون جميله. ولكن طبعا الحمد لله ربنا اكرمني وجبت مجموعه الهندسه ودخلت هندسه. طيب باشمهندس، طبعا كل الحياه كلها اتطورت وفي تطورات جامده جدا، يعني زي ما احنا شايفين البلد اتطورت والعلم اتطور والتكنولوجيا اتطورت، برضو الهندسه في فرق كبير جدا، وايه هو الفرق اللي اتطور في الهندسه بين زمان ودلوقتي؟ احنا زمان كنا بنرسم الرسومات بتاعتنا على ورق لوحة كالك كده، وكنا نجيب المسطرة التي والترابيزة، ومش في الدراسة بس، كمان وبعد ما تخرجنا كان المهندس المعماري عشان يرسم فيلا يقعد شهر، ما يعني يجي العميل ما يطلبش منه أي حاجة إلا بعد شهر، ويويله بقى لو كان العميل طلب منه أي نوع من أنواع التعديل ياخده فيه اسبوع تاني او 15 يوم، وشغل بقى قلم رصاص واستيكه بتمسح وبتاع. لكن الهندسه اتطورت، العماره بالذات والمدني اتطور، ان كنا بقينا بنرسم على الكمبيوتر، ممكن الرسمه اغيرها 6-7 مرات في اليوم، في اليوم الواحد. وممكن انا لما بيجي لي عميل عشان يرسم مثلا قطعه ارض عنده، انا ما بديلوش اقتراح واحد، انا بديله 3-4 اقتراحات، لو المساحه او المكان بيديني الطاقة ان انا افتح واغير المكان واديله كذا فكرة. لكن زمان طبعا كان بيرسم على اللوحة بالقلم الرصاص كان بيطلع عيني. والموضوع ده برضه فرق معاك كتير جدا طبعا. والمدني كمان كنا بنصمم بالمعادلات بتاع زمان، كنا عشان نصمم سقف وعمود وكاميرا وقاعدة كنا ممكن بنخلص رزم ورق ونقعد بالاسبوع. لكن النهارده الرسمه بتخش على الكمبيوتر وبتدي الداتا والمعلومات اللي انت عايزاها، بيخش فيها دماغك كراجل مهندس وفكرك وكل حاجه، لكن بقت البرامج دي بتساعد على ان المشروع يتعمل باسرع وقت. طب حضرتك لما كنت بتقولي برضو الهندسة زمان كنت بترسم وتخطط وكنت بتقعد بالشهور وبالأيام بتقيس وبتشتغل وكده، الموضوع ده برضو مأثرش على حياتك النفسية؟ احنا كنا بنستمتع ان احنا بنرسم. انا عايز اقول لك على حاجه، انا كان المشروع بتاعي كان مشروع اساسات، فما كانش فيه رسومات، وكان معايا في السكن طلبه مشروع ري. مشروع الري ده اساسا عباره عن لوح، بيعملوا 60 لوحه. احنا كنت بسيب المشروع بتاعي في الاوقات اللي انا فاضي فيه واقعد ارسم معاهم اللوحه بتاعتهم، لان هو اساسا الهندسه بالذات لو ما تحبتش مش هتعرف تدي فيها اي حاجه، فما كانتش بتبقى ملل، لكن التكنولوجيا حلتها. حبيت الموضوع ده بنفسك ولا كان حد بيعينك على كده؟ في الدراسه، في الدراسه وفي الهندسه، زمايلك، اهلك، حبي ليها الهندسه هي اللي عملت معايا كل حاجه. ودلوقتي لما بقى دلوقتي في تخطيط وكل حاجه سهله على البرامج والكمبيوتر والكلام ده، برضو طبعا فرق مع حضرتك حاجات كتير. فرق معايا وفرق مع كل المهندسين، فرق مع كل الناس. يعني كنت زمان بتقعد ترد على العميل شهر او حاجه عشان خاطر تطلع له المساحه بتاعته وتطلع له شغله، دلوقتي ممكن يعني مثلا برج يستغرق معاك قد ايه؟ انا لو شغلت طول اليوم في البرج اخلصه اخر اليوم، لو انا فرغت نفسي وقعدت 12 ساعه عليه، لان هو البرج مثلا انا لما بشتغل فيه هو مش برج او عماره او فيلا، لا هو الفيلا طبعا اللي فيها موجود اكتر، لان تقسيمه الفيلا بيبقى فيها افكار كتير وبتبقي بتعملي فيها تفاصيل دقيقة. أو لكن البرج عبارة عن شقق بتتقسم وهي سيستماتيك لجميع الأدوار، لو أنت عايزة تغيري مجموعة أدوار تبقى شقتين وبعد كده تبقى 3 شقق، دي بتبقى سهلة.
لكن عامه البرج لو انا قاعد عليه طول اليوم هخلصه في 12 ساعه يعني. حاجه كويسه برضو طبعا اكيد. احكي لي يعني عن موضوع الهندسه ده برضو. بيفرق في موضوع السن ولا دي خبره؟ لا هو الهندسه انت تلاحظ ان الشركات لما بتيجي تطلب مهندس بتقول مهندس خبره 5 سنوات، مهندس خبره 10 سنوات، او مهندس حديث التخرج. لا طبعا الدراسه حاجه وثقه التنفيذ والتعامل مع الهندسه على الطبيعه بتبقى محتاجه ثقه الخبره. فعلشان كده لا طبعا المهندس كل ما بيزداد عمره كل ما بيزداد خبرته. طب باشمهندس ممكن تفسر لنا يعني ايه مدني ويعني ايه معماري؟ مش فاهمين. هو الفرق بين المهندس المعماري والمدني، المهندس المعماري بيقسم المساحه لينا بيدينا كمان فرش المكان لو العميل طلب انه يفرشه، يحط له اماكن الكهرباء، الديكورات كلها اللي موجوده، كمان اللي هو بيحافظ على اتجاهات الهواء الاضاءه، يعني ما ينفعش ان المطبخ والحمام يبقوا في البحر، وما ينفعش العكس في اوضه النوم، علشان خاطر الروائح اللي بتبقى موجوده في المناطق الخدميه ما تخشش على الغرف. ده الصح. الاضاءه كمان ان لازم كل غرفه موجوده وكل جزء في الشقه على قد ما يقدر ان يعمل لها تهويه واضاءه. المهندس المدني بقى بيختلف. المهندس المدني بياخد الرسم ده ويحوله لقطعه خرسانيه. يعني ايه قطاع العمود؟ يعني ايه سقف؟ سقف نوعه ايه؟ طيب المجال اللي بستخدمه ده قاعه افراح يبقى نوع السقف كذا، استاد يبقى السقف مايل، مدارس، جامعات، معامل، بيوت، فيلل. بيحاول يتعامل مع القطعه الخرسانيه بناء على الحاجه اللي هتتعمل. محتاج مثلا انه يعمل سقف هوردي، فلات سلاب، سقف سوليد سلاب، دي انواع الاسقف اللي احنا بنستخدمها، او قطاع العمود قد ايه. كل الكلام ده اللي بيصممه هو المهندس المدني. كمان المدني ممكن يشتغل صرف صحي، شبكات ميه، طرق، مواني، المينا دي، الري، الكباري المعدنيه، الانفاق، كل الحاجات دي مهندس المدني هو اللي بيشتغلها. طب حضرتك كمهندس يعني برضو عمرك وقف قدامك مشروع قعدت تلف حواليه كده ومش عارف مش عارف له صرفه خالص وتعبك عبال ما لقيت له حل؟ هو في الترميم حصل معايا في الترميم. انا كنت يعني بعين مكان هو عباره عن كومباوند، مجموعه ابراج كده، وفي في النص ممر كبير واسع، وكل المساحة دي عبارة عن تحتيها بدروم بشامل المساحة. جابوا قبلية كذا مهندس، وكان المشكلة عندهم ان في بقع مية ظهر قوي لدرجة انها مقشرة الدهانات ومقصرة على الحديد مصدي في السقف وفي الكاميرات والعمدان في اماكن معينة، وباقي المكان مفهوش اي حاجة. نطلع فوق، طب يا جماعة في شبكات مية، طب في مواسير ميه هنا، طب في صرف، مفيش. نطلع وننزل لدرجه ان كان معايا 5 اشخاص من المكان بداوا يزهقوا وبدا لغايه ما فضل معايا واحد. طبعا احنا اكتشفنا بعد 4 ساعات ايه من المعاينه. يا 4 ساعات كلهم؟ 4 ساعات بنلف حوالين نفسي ان انا خلاص بقيت اطلع فوق وانزل ونطلع من الاسانسير. طبعا المساحه تتوه تحت، ما بتنزلي تحت غير ما تطلعي من فوق، وكذا اسانسير في المكان، وكل ما تطلعي من الاسانسير تلاقي نفسك في مكان تاني. وطبعا انت معكيش رسومات كمان علشان خاطر تقدر تمشي. طب الرسومات فين؟ والله دي من زمان مفيش رسومات دلوقتي مش هنعرف نوصل لها. فضلت لغايه ما اكتشفت حاجه تفطس من الضحك، ان في جواهرجي بره عنده عامل، وفي ممر، الممر اللي في النص ده في ممر رفيع خالص معمول حوض زهور زينه بلاستيك في والمكان مفتوح للسماء، وهم عاملينه منظر مش عاملينه ايه؟ مش عاملينه حوض زهور حقيقي. كان كل يوم بيجيب الخرطوم ويغسل
الزهور دي ويسيب الخرطوم في مع انه هو اساس. يعني انا اول ما جيت شفت الحوض فببص هو ده الزرع ده، لا لا ده زرع بلاستيك، فخلاص خلوني خرجت من المجال ده خالص وما فكرتش فيه. Yeah. فين وفين بقى لما واحد جه قال لي ده عم فلان بيجي يغسل الزرع البلاستيك ده في اخر الاربع ساعات، كنت همشي خلاص. فاكتشفنا ان الاحواض دي بتمتلئ ميه يوميا لغايه الاخر، وكله ده بيصرف في السقف. يا بجد يا باشمهندس انا بستعجب عليك جدا، موضوع يعني موضوع فيه اجهاد ان انا اقعد اربع ساعات متكاملين ان انا اقعد ادور على مشكله، وبجد ما شاء الله عليك. اكتر حاجه قابلتك في حياتك الهندسيه في الترميم عامه، عادك حاجه نرفزتك قوي قوي وكنت متعصب، وحاجه برضو كل ما تفتكرها تقعد تضحك من كتر الذهول يعني. هو انا ما اتعصبتش او ما فيش حاجه عصبتني، لكن في حاجه ضحكتني، ان في مره حد اتصل بيا بالتليفون، وانا طبعا عشان حاطط رقم تليفوني على الـ على الـ على القناه وعلى صفحات الفيس، فبرد على الناس، وانا اللي برد بنفسي شخصيا على الناس، واي حد بيسالني انا عندي طول بال وبفضل معاه لغايه ما ياخد اجابته ويبقى مبسوط، والناس اللي هي بتتصل بيا تعرف الكلام ده. حد بقى اتصل بيا وعايز يعزل السطح بتاعه، فانا المفترض ان انا بقول له طبيعه السطح بتاعك ايه، لان كل سطح وليه طريقه للعزل بتاعه، ففي عزل بيبقى مكلف قوي وفي عزل بيبقى في البسيط يعني ما يكلفش العميل كتير، لكن هو عامه ما بيبقاش رخيص قوي. هو مصر ان هو يعزل السقف كرتون ومشمع وحاجات زي كده. طبعا الحاجات دي ما تنفعش في العزل. اتكلم معاه بين الربع ساعه والعشر دقايق ويلف ويدور ويكلمني برضه في البلاستيك، اقول له عيوبها، يرجع يقول لي طب هو ممكن استخدم، طب مش طب انا حقيقي فعلا مشمع، طب استخدمت الكرتون، ويعيد ويكرر في الموضوع لغايه بقى جاي المكتب ثلاث مرات وبرضه يعيد ويكرر في موضوع المشمع والكرتون يا مصمم، لغايه ما بقت كل ما افتكر الموضوع ده اقعد اضحك عليه. لان طبعا الامور الواحد بيدور دايما على الحاجه اللي بتبقى رخيصه للي بيكلمني في التليفون، لكن ما اقولوش الحاجه اللي تضره. هاي. لان الكرتون والمشمع الاثنين الجو والمطر والشمس والاسمنت اللي هتغطيها كل ده هيتاكل، فمش هيبقى فايده ليه، بالعكس ده هيضره اكتر. ممكن تحكي لي شويه عن عالم الهندسه ده؟ معلش اتعبك معايا. دكتور زمان قال لنا في محاضره من المحاضرات المهندس لازم يبقى مهندس في كل حاجة. فالهندسة ده شيء راقي قوي قوي قوي، بس يمكن ظروف الحياة هي اللي بتخلي المهندس بيبقى مش ظاهر بالصورة اللي هي المفروض تبقى، هو ده المهندس، أو يبقى في الشارع زي الرياضي. هو يبقى مهندس في حياته، منظم في أكله في شربه في بيته في لبسه في شغله في حياته في طبيعته في كل علاقاته مع الناس. زمان قالوا لنا برضو معيدين في الكلية اللي بيبقى داخل ذكائه نسبته ضعيفة ودخل هندسة، العلم والمواد بتاع الهندسة بترقي دماغه وبتعليها وبتخلي دماغه ذكي جدا. عامة الهندسة هي كل شيء في حياتنا، كل شيء احنا شايفينه ملموس واتعمل بشكل مبهر يعمله المهندس. مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، اللي طلع القمر الصناعي، اللي بنى، كل شيء موجود على الارض، حتى اللي عمل الزراعه مهندس زراعي. فالهندسه لما بتخش بتخلي الشيء يتشاف ويتشاف بالصوره اللي تعبر عنها. الزرع لو اتساب كده حتى من غير تنسيق مش هيدخلوا كل الزراعه في قلب بعضها يعمل ذره على مش عارف على برسيم على، لكن الراجل المهندس نسق الارض ونسق الزراعه ونسق المواسم، كل الكلام ده الهندسه هي اللي بتنظمه وبتنسقه. زمان الفراعنه هي اللي بدعت الهندسه في مصر. صح؟ صح. طب باشمهندس برضو
هل حبك في الهندسة خلاك برضو تفرض على أولادك أنهم يخشوا هندسة، ولا ده كان حب لا حضرتك؟ والله انا يعني موضوع الهندسة الاولادي هم حبي، وحتى هو احمد ابني لما جه يختار كان حتى محتار بين انه يخش طب ولا هندسة، لكن هو مال للهندسة وحبا فيها، لكن انا ما فرضتهاش عليه. جه مرة بعد كده اشتكالك قال لك يا بابا لا أنا كنت خاطئ في الاختيار ده؟ وهو طالب وهو مهندس حصل، بس لظروف قساوه الحاجه عليه كضغط، يعني لما الضغط فجايز هو لو كان في طب برضه والضغط عليه في الدراسه او دكتور ضايقه او حاجه زي كده كان هيجي يتردد ويقول يا ريتني كنت ايه دخلت هندسه، والعكس صحيح. فممكن يكون الضغوط اللي الضغط بيها عليه سواء في شغله بره او في الدراسة ممكن تخليه يقول حاجة زي كده، وده طبيعي شيء. هو قالها بالفعل يعني؟ اه كلنا واحنا طلبة اساسا كنا بنقول الكلام ده بضحك حتى مع بعضينا في الجامعة، يا ريتنا ما كنا دخلنا هندسة. اي ضغط نفسي لاي واحد بيمل من مهنته او بيمل من المجال اللي هو فيه وبيبتدي يعني يتمرد عليه، بس التمرد بيبقى اللحظة لغاية ما يخرج من الضغط ده وبعدين بيرجع لوضعه الطبيعي. علشان خاطر وقت حلقتنا برضو تحب تقولي المهندسين ايه الاجيال اللي جاي؟ ما تاخدش الهندسة كنواحي مالية، يعني يقولك انا اخش هندسة عشان هي اللي شغالة، الرزق ده بتاع ربنا، لو انت ليك رزق عند ربنا هتاخده في اي مجال انت هتشتغل، حتى لو انت ما تعلمتش خالص ده رزق ليك ومكتوب عند ربنا وهتاخده هتاخده، لكن لما تيجي تختار تخش الحاجة اللي انت حاببها. المهندس بالذات لو مش حابب مهنته هيفشل، وممكن يخش في سكك وحشه فيها علشان خاطره وداخل في النواحي الماليه، فاول ما يلاقي الظروف الحياه ضغطت عليه يبتدي يبص للحاجات الغلط عشان يقدر، وما اكثر المغريات اللي موجوده في المهن العاليه زي المحاماه زي الهندسه وزي الطب. طيب باشمهندس ممكن برضو تقول للجمهور اللي بيشاهدك وللناس اللي عندها برضو مشاكل في حياه، مشاكل الشروخ والحاجات اللي هي محتاجه تترمم او كده، تقول لهم ايه؟ بصوا هو في حاجتين، في صيانه وفي ترميم. الصيانه تسبق الترميم. الصيانه هي الأجزاء الصغيرة في الشيء اللي أنت باستمرار بتحاول أنك أنت تجددها أو تعيد تشغيلها. زي إيه؟ زي السيارة، ما بتبقى شاري سيارة جديدة ممكن أنت بعد 1000 كيلو بتنزل الزيت، ممكن الزيت يبقى كويس لكن لازم تغيره. فلتر ده فلتر 20%، لا لازم تغيره عشان هو المعدة لازم تتغير فيه الحاجة. طيب انا لو عايش في مكان سكن لو انا باستمرار بعمل صيانه فيه، الناس لما بتيجي تبني بتفتكر انه بيبني بيقول لي ايه هو يقعد كام سنه، هو عايز بالذات حتى الترميم لما بيجي يرمم يقول لي إيه؟ طب انا لو رممت سافر يقعد كام سنه؟ 100 سنه بس انت صيانه، يعني ما يبقاش السيراميك في عراميس، العراميس الفواصل اللي بين السيراميك مفتوحه وبتنزل ميه على الخرسانه تحت وتشبع بيها الرمله وتعدي تاكل في جسم الخرسانه يشربها وتخش على الحديد يصدي ويجي الجار اللي تحتيك يتخانق معاك وتطلع تلاقوا المشاكل اللي بينكم بعضكم مش عارفين تحلوها وتتصلوا بينا احنا نحلها لكم، وانت اساسا كل القصه ان البلاط عندك بايظ وبينزل ميه على الكفر. طيب في نهايه برضو حلقتنا احب اشكر كل مشاهد وكل متابع على القناه، ألقاكم في حلقات أخرى مع البشمهندس أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.